كرة تشرين اللاهبة تعود لتتدحرج في ذكرها الثالثة، والعاصمة على أعتاب احتضان احتجاجاتها في ساحتي النسور والتحرير عند الساعة 11 صباحاً موعد الحراك الذي يضع المنطقة الخضراء مستقر تدحرج كرته الاحتجاجية، ليليه إعلان البيان. ساحة التحرير سيكون لها موقف وساحة النسور سيكون لها موقف. بالنسبة لساحة النسور التي ستكون تحت إدارة اللجنة المركزية للاحتجاجات في بغداد والمحافظات، سيبدأ الانطلاقة الاحتجاج بالتحرك في الساعة 11 صباحا ومتجهين إلى بوابة الخضراء، وسنعمل على دخول المنطقة الخضراء حتى إذاعة البيان في عقر دارهم. حل البرلمان وعدم الاعتراف بالحكومة المقبلة والتوجه نحو حكومة إنقاذ وطني بعد تصفير العملية السياسية أركان أربع لمطالب احتجاجات تشرين التي ستعلن في البيان، استعدادات يقابلها تخوف وامتعاض من سيناريو قطع الطرق والجسور الذي يصيب العاصمة بشبه الشلل. هؤلاء عراقيين جاءوا من أجل من أجل العراقي، من أجل القوات الأمنية، من أجل محاربة الفساد، من أجل الوقوف مع كل العراقيين، لذا نحن نقف معهم بالمقابل أن تكون الإجراءات بكل سهولة وبكل سلاسة، ولا نريد قطع الطرق. عودة الاحتجاجات لمنع طمس ذكرى تشرين وحراكها المستمر نحو تحقيق المطالب، لا سيما مع اقتراب الانسداد السياسي من إكمال عام كامل دون حلول لإنهائه. غابت الحلول فعادت كرة الاحتجاجات لتتدحرج كرة أخرى. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.